فمنذ أن مكن الله سبحانه وتعالى لهذه الدولة القيام على الحج ومصالح الحجيج، وهي تسعى سعيا حثيثا من أجل الرقي بهذا الحج ومن أجل الرقي بمصالح الحجيج والحفاظ عليهم، ومن أجل أن يحج الناس حجا آمنا مطمئنا. هذه الجهود الجبارة التي نشاهدها في الحج لا ينكرها إلا جاحد. هذه النعم العظيمة وهذه الجهود الجبارة التي نشاهدها بأم أعيننا لا يسعنا إلا أن نشكر الله عز وجل أولا، ثم نشكر حكومتنا على ما قدمت. هذه يا عباد الله جهود عظيمة، والله لا ينكر هذه الجهود إلا جاحد، إلا من أعمى الله سبحانه وتعالى بصيرته. هذه الجهود يا عباد الله اعترف بها القاصي والداني، اعترف بها من كان من أهل هذه البلاد، واعترف بها من كان خارج هذه البلاد. وهذا الكلام يا عباد الله لا نقوله والله تزلفا ولا تملقا، والله ليس لنا حاجة مع الحكومات أو غيرها، ولكن هذه ديانة يا عباد الله، هذه نقولها ديانة. ولأن كثيرا من الناس اليوم اتبعوا كل ناعر وكل حاسد لهذه الدولة على ما أنعم الله بها، على ما أنعم الله عليها من هذه النعم العظيمة، فتجدهم يتصيدون العثرات والأخطاء ثم يبثونها في وسائل التواصل. سبحان الله، لم يروا هذه الجهود العظيمة ولكنهم رأوا بعض الأخطاء فأشاعوها بين الناس. نحن نتساءل يا عباد الله، ويجب علينا أن نتساءل، لماذا هذا الوقت بالذات يتصيدون على الدولة العثرات والأخطاء؟ الآن الدول المجاورة تمر بماذا يا عباد الله؟ تمر بعاصفة من الفتن، أكلت الأخضر واليابس، انتهكت أعراضهم وسفكت دماؤهم. فما هو مراد هؤلاء من إشاعة الأخطاء في هذا الوقت بالذات؟ هل يريدون لهذا البلد أن يكون مثل تلك البلاد، فوضى وخراب ودمار؟ هؤلاء يا عباد الله لا يريدنا والله الإصلاح، وإن تظاهروا بالإصلاح. تعجب، يعني ترى من كان خارج هذه البلاد يثني على هذه الجهود العظيمة في الحج، ويأتي رجل من هذه البلاد وممن ينتسب إلى الدعوة وتجده يشيع هذه الأخطاء، إن صحت هذه الأخبار، وإلا فهم معروف عنهم الكذب والتدليس والخداع. ولكن نقول إن صحت هذه الأخطاء، فهل الطريقة الصحيحة أن تنشر هذه الأخطاء على وسائل التواصل؟ يشاهدها العدو ويشاهدها الصديق والحبيب والذي يتربص بك، الكل يشاهد هذا الذي تغرد به وتنشره، فهل هذه طريقة صحيحة؟ بعث الله لنا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فإذا رأينا مثل هذه الأخطاء، فما هو العلاج وما هو المنهج الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلاج والمنهج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أخرج الإمام أحمد وابن أبي عاصم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، فليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل فالحمد لله، وإلا فقد أديت الذي عليك. إن كنت ناصحا حقا وحقيقة فعليك أن تذهب إلى هذا المسؤول، تذهب إلى هذا السلطان وتنصح هذا السلطان وهذا المسؤول. إن استجاب فالحمد لله، ما استجاب أديت الذي عليك. إن لم تستطع أن تذهب إلى هذا المسؤول وتناصح، عليك بالدعاء، لا كما يفعل بعض الناس اليوم، ذهبنا وذهبنا ولم نستقبل. ماذا تريد من هذا؟ أنت تريد وجه الله أم تريد إثارة الناس؟ إذا كنت تريد وجه الله فعليك أن تذهب وتناصح، إن استطعت فالحمد لله، إن لم تستطع فقد أبرأت ذمتك أمام الله عز وجل. هذه طريقة الناصحين وطريقة العالمين،
وطريقة السلف الصالح، بل وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يا عباد الله ينبغي علينا أن لا نغتر بما يكتبون وما يرسلون. وإذا رأينا مثل هذه التغريدات وهذه الرسائل في وسائل التواصل فيجب علينا أن ننكرها ولا نساعد في نشرها. نحن نسأل هؤلاء: أما رأيتم المسؤولين في الحج يتعبون ويسهرون من أجل راحة الحجيج؟ أما رأيتم الجنود الذين يساعدون الحجاج؟ أما رأيتم الجنود وهم يحملون الرضع؟ أما رأيتم الجنود وهم يرشون الماء على الحجيج؟ أما رأيتم الجنود وهم يساعدون المسنين في رمي الجمار؟ أما رأيتم وما رأيتم من الأمور العظيمة التي يقدمونها ويسهرون من أجل راحة الحجيج؟ فيا عباد الله، هذه نعمة عظيمة والله التي أنعم الله بها علينا، أن مكن لهذه الدولة أن تقوم على الحج. قبل الدولة السعودية كيف كان الحرمان؟ كانت القباب وكانت الأضيحة تعبد من دون الله عز وجل، ولكن عندما مكن الله عز وجل لهذه الدولة أول ما فعلوه أزالوا هذه القباب وأزالوا هذه الأضرحة التي كانت تعبد من دون الله. ألا نستشعر هذه النعمة؟ ألا نستشعر يا عباد الله هذه النعمة العظيمة؟ والله ثم والله، لو كان هذا الحج في أيدي بعض الدول التي لا ترى بأسا في القباب والأضرحة وعبادتها من دون الله، والله لنرى الناس يحجون إلى هذه القباب ولا يحجون إلى بيت الله عز وجل. فهذه يا عباد الله نعمة يجب علينا أن نشكرها وأن نذكرها وننشرها ولا نخاف في ذلك لومة اللائمين. فبعضهم سيتهمك بالتزلف والتملق، لا عليك منه، هذا دين الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا ما نحن عليه من نعم عظيمة، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.